حلوة. هنرجع للفن تاني. اه عايزين تعليق بقى حضرتك على الصور الحلوه دي. انا كنت قلت لحضرتك طبعا انه يعدي ياخدك. الفنان محمود الجندي الحقيقه كان هو اللي بياخدني كل يوم ويرجعني كل يوم، يعني كان متعذب معايا الله يرحمه انه نروح ونرجع سوا. هل كنت في تواصل معاه يعني لغايه الفتره الاخيره قبل ما يتوفى، ولا خلاص انقطعت العلاقات؟ والله كنت في تواصل معاه مش لفترات طويله، يعني لحد مثلا في اوائل التسعينات. بس جيت انا سافرت فتره، لما رجعت انقطعت وما قدرتش اتواصل معاهم. يعني الفنان فؤاد المهندس كلمته الحقيقه لحد قبل ما يتوفى، كنت بتواصل معاه، كنت بكلمه في تليفون. دي في مسلسل عصر الحب، وده كان اخر عمل انا عملته. كبرت هنا شويه بقى. هنا كام سنه؟ 14 سنه تقريبا المسلسل. بس تقريبا كنت نجم المدرسه في المرحله دي. كنت نجم المدرسه طبعا، ولحد دلوقتي لما بيقابلوني صحابنا اللي من ايام المدرسه يقول لك احنا كنا بنتشرف بانه معانا نجم. يعني على فكره المدرسه كمان الميزه فيها انها طلعت نجوم كتير. دي على فكره المدرسه بتاعتي في المدرسه كانت بتيجي وتسافر معايا لما نعرض بره مصر، كانت المدرسه طالبه منها انها تكون مرافقه ليا عشان تدرس لي الحاجات اللي هتروح مني في الفتره اللي انا مسافر فيها. زياره رحمه الله عليه فؤاد المهندس قلبت لك الدنيا خالص في المدرسه. تمام حقيقي. يعني ده كان مسلسل مبروك جالك ولد مع الفنانه نيلي. وطبعا برضو الفنانه نيلي من وكان بدر الدين جمجوم، وكان الفنان الله يرحمه محمود عبد العزيز. ده كان طبعا برضو دول كوكب. الفنانه طبعا العظيمه مديحه كامل والفنان سعيد صالح اشتغلت معاهم. كانت مسرحيه اسمها لعبه اسمها الفلوس، بس المسرحيه ما كانتش لحقت تتصور. ما اتصورتش دي. كنت لسه هقول لك. مع ان اشتغلناها سنه تقريبا بس ما اتصورتش. فبقول لحضرتك طبعا يعني الرساله بتاعه الفن في السن الصغير دي كانت حاجة عظيمة. طبعا الفنان العظيم سعيد طرابيك كان كاتب لي في اوتوجراف انه الى استاذي، فلما سألته سلام. هو ينفع تكتب لي استاذي؟ قال لي ايوه، انت ابتديت الفن قبلي يبقى انت استاذي. يا سلام. هو من ناحية ان انت ابتديت قبله فانت الحقيقة ابتديت قبله. طبعا دي كانت من فيلم على باب الوزير. يمكن كان المشهد، هما كانوا مشهدين الحقيقه، اللي هو الطالب اللي جه يدرس له، وطبعا معروف عني اللمضه. ابن المعلم هنا. صح كده؟ لا ابن المعلم، ودي كانت مرات المعلم وهو جاي يدرس له، فطبعا سلوك المعلم، المعلم هيخلف ايه؟ فكان الفنان عادل امام كان اتصل بيا. سعيد صالح كمان في الفيلم ده تقريبا. كان معانا سعيد صالح في الفيلم ده مظبوط. كان اتصل بيا وقال لي انا محتاجك ضروري تجي لي في لوكيشن في الاهرام، في استوديو الاهرام. فرحت له فعلا علشان نشوف يعني الشوطين اللي هنعملهم يعني وكده، وسجلنا الشوطين في نفس اليوم. الحقيقه هم ما كانوش حاجه كبيره جوه الفيلم، لكن برضو سابوا بصمه علامه جوه الفيلم للناس فاكراه يعني. اكيد. لكن الطالب لا، وسابوا لك بصمه في تاريخك انت الفني الشخصي. يعني حاجه محترمه جدا الحقيقه. طبعا يعني احنا انبسطنا والله بجد. الفقره جميله، ويعني رجعنا كده سنين لورا.